دور الطبيب البيطري مهم في تنمية الثروة الحيوانية والاهتمام بصحة الحيوان، واللي بدورها تنعكس على صحة الإنسان. في التقرير التالي زميلتنا ريهام الشعبان التقت بأول طبيبة سعودية حاصلة على شهادة الماجستير في الطب البيطري. خلونا نشوف. في رحلة إنسانية ووظيفة مليئة بالتفاني والعطاء، تبتدأ من حلم الطفولة الذي يتحقق بالإصرار والعزيمة. نادين عبد العال هي أول طبيبة سعودية في تخصص ماجستير الطب البيطري. تخصص الطب البيطري تخصص مهم جدا في المجتمع وفي العالم كله، تخصص فريد من نوعه في المملكة العربية السعودية بالخصوص البنات. في سنة تخرجي من الثانوية التخصص ما كان موجود عندنا للأسف، كان عندي طموح عالي لهذا التخصص، فاخترت أني أروح لبولندا عشان أكمل في هذا التخصص وأحقق طموحي. كنت أحب الحيوانات وكنت أربيهم وإلى الآن أربيهم. تخصص فيه تحديات واجد، كل حيوان الأناتومي حقه مختلف، طريقة التعامل معه مختلف، فهذا الشيء حببني في التخصص وحبيت أدخل هذا التحدي. الطبيب البيطري له دوراً بارزاً وحضوراً مهماً في تنمية الثروة الحيوانية، إضافة للمحافظة على صحة وسلامة الإنسان. في البداية الصورة ما كانت واضحة عندي بما أني كنت أدرس في الخارج، بعدين في إحدى الإجازات قررت أني أرجع أتدرب عشان أشوف كيف الإندستري عندنا في السعودية. لقيت دعم كبير من الأطباء عندنا في السعودية وكيف رحبوا فيني ويراوني كيف إحنا ماشيين في هذا الطريق في السعودية. الطبيب البيطري يقدر يشتغل في مصانع اللقاح، مصانع أدوية، مصانع أغذية، المسالخ، هيئة الغذاء والدواء، وزارة البيئة والمياه والزراعة، عيادات البيطري الخاصة والحكومية، رقابة على الغذاء. الميك اب يدخل فيه مستحضرات حيوانية، فاحنا نقدر ندخل نشتغل في مصانع المستحضرات التجميلية بعد. طموح نادين لم يقتصر فقط كطبيبة بيطرية، فهي الآن موظفة في أول مصنع لقاحات بيطرية بالسعودية. كون أول مصنع سعودي فهذه الفرصة صعب أني ألاقيها عندنا. دوري في المصنع هو تسجيل المستحضرات البيطرية لهيئة الغذاء والدواء طبقاً للوائح العالمية والدولية. من إحدى اهتماماتي في هذا المجال هو مفهوم الصحة الواحدة، هو كيف الإنسان والحيوان والبيئة يرتبطوا مع بعض من ناحية صحية. إحنا نبحث ونستكشف كيف علاقة الإنسان والحيوان مثلاً بهذا المرض، كيف ينتقل من بين الإنسان والحيوان، هل ينتقل من الإنسان بس للحيوان ولا من الحيوان بس للإنسان، وش الفيروس بالضبط، كيف بنصنع الفاكسين، وش الطريقة الأنسب. نهتم باستقطاب الكفاءات الوطنية زي الدكتورة نادين، أو عندنا أيضا مجموعة من الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات. بإذن الله سيتم نقل التكنولوجيا، لأنه لدينا موظفين من أوروبا، من البرازيل، من البيرو، لنقل هذه التكنولوجيا لصناعة اللقاحات الوطنية في المملكة، وإن شاء الله يتم نقل هذا العلم وتوطينه على أيدي الشباب والكفاءات السعودية. طموحي لا منتهى وشغفي لا منتهى، أبغى أوصل لأشياء كبيرة إن شاء الله، أبغى أحقق أشياء ما كنت أفكر فيها من قبل. في وجودي في هذا المكان ومع مساعدة زملائي في هذا المكان راح أوصل. من عمق الاهتمام إلى أفق التميز، وأينما كان الإنجاز والابتكار والمركز الأول، وجدت المرأة السعودية بأنها سيدتي ريهام الشعبان الخبر. التوفيق لدكتورتنا إن شاء الله يا رب، وأكيد كل الشكر لزميلتنا ريهام الشعبان على هذا التقرير. مشاهدينا فاصل سريع من بعد مكملين.